كابتن بلال هارد لاك، يعني كنا الافضل برغم هبوط المستوى او هبوط المعدل البدني الشوط الثاني كما توقعنا، ولكن برضه انا عايز اقول لك حاجه. مستر كولر لما بدا في التغييرات بدا متاخر بعض الشيء، ولكن هو بدا في الدقيقه 70 بدايه التغييرات، والتغييرات اول ما بدا بثلاث لعيبه بس، ما لاحظناش برضو التحول الكبير ما بين ال 20 دقيقه ولا من بعد الدقيقه، من قبل الدقيقه 70 لبعد الدقيقه 70. يعني ليه انتوا بتقولوا لازم يدفع ببعض اللعيبه من بدري؟ انا كان عندي لسه برضو، يعني انا كان عندي على الاقل 20 دقيقه بجانب الوقت الضائع او الوقت بدل الضائع، ما حسيناش برضو بتغيير في المستوى سواء البدني او الفني. لا حسينا بفارق المستوى البدني طبعا. مش ما حسيناش، لا مش قصدي، لا مش قصدي، ما حسيتش بطفره يعني. بالظبط، ما فيش تفوق بدني. بالظبط. بص، هو زمان كانوا بيقولوا مقوله يا كابتن كده، ايه؟ الشوط الاول شوط اللعيبه والشوط الثاني شوط المدربين. دي مقوله قديمه قديمه. تمام. دلوقتي بقى بقت كل المباراه طبعا شوط المدربين طبعا. ده هو يعني، ده اصبح وضع طبيعي جدا جدا جدا. تمام. المباراه دي تحديدا انا كنت اتمنى مستر كولر يدرس فعلا حقيقي فرقه سان داونز حقيقي. تمام. مش بس ان انت بتلعب فرقه، انت لازم تعرف عيوب الفرقه اللي قدامك ايه، اخطائها ايه، مميزاتها ايه، بيشتغلوا على ايه. تمام. بره ملعبهم بيعملوا ايه. تمام. بيشتغلوا بأني طريقه، بأني هو التكتيك اللي لعب بيه النهارده هو نفس التكتيك اللي لعب بيه بيترو اتليكو. نفس. بس هم ما عملوش حاجه على مرمى الشناوي. خد بالك، ما انا هقول لك كده، بيقول الخطوره معدومه النهارده. الفكره في ايه يا كابتن؟ الفكره في ان سان داونز، خد بالك، في كل المباريات اللي بره ملعبه بيحاول يستنزف الفرق بدنيا بالباصات الكتير، بيباص 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 بيباص، بيعمل 10 11 15 بس، ما عندوش ازمه في الحته دي، ممكن يدور ويرجع ورا، يبتدي من عند حارس المرمى يبتدي تاني عشان يستنزف الطاقه البدنيه. تمام. ويستنزف الحماس اللي موجود عند الفرق. انت ابتديت الشوط الاول، خد بالك، ضغط بشكل كويس. تمام. لكن ما استمرتش في الضغط، بعد 10 دقائق بالظبط الاهلي رجع للمنطقه الدفاعيه مره تانية وابتدى يدي سان داونز حته الاستحواذ، ما قدرتش تكمل. فواضح ان في عامل بدني مأثر على الاداء الفني بتاع اللعيبه داخل الملعب. طيب ده يعني من الواضح. الشغل التكتيكي اللي المفترض المدير الفني بيعمله عشان ايه؟ تمام؟ انا النهارده مغلوب 1-0 بره ملعبي، بلعب فرقه سان داونز، عارف ان هي هتيجي تبتدي تشتغل على الكره، يقفله بشكل كويس، انا المفترض ان انا بشتغل ازاي؟ افكر في ايه؟ زي ما قلت للكباتن ما بين الشوطين، انا مغلوب 1-0، الطبيعي بتاعي ان انا بفكر في ان انا ازاي اجيب جول، ازاي اروح على المرمى من اكتر من طريقه، مش طريقه واحده. يعني احنا كان عندنا ضغط الشوط الاول، لكن الفرص اللي جت للنادي لما تيجي تحسب كده كلها اخطاء ساذجه من حارس المرمى. كويس كويس. حتى ركله الجزاء، ما انا هقول لك بس يا كابتن، يعني بس ما هو نتيجه محاولات على المرمى كابتن. لا، اخطاء ساذجه يا كابتن من حارس المرمى، مش نتيجه محاولات حقيقيه. المحاوله الوحيده اللي حقيقيه اللي اتلعبت لامام عاشور، تشيب باس لعب لكهربا، كهربا حطها بره. دي الفرصه الوحيده اللي تعتبر انت كره لعبتها بشكل كويس وتحركت فيها وعملت وفنشت بالشكل ده. لكن الاربع فرص التانيين اللي كانوا بمثابه ان هم يتسجلوا اهداف وانت باد لك فيهم حقيقه، يعني مش هتقدر تعمل اكتر من كده. تمام. يعني كهربا مش هيقدر يعمل، يحاول اكتر من كده، كلهم عباره عن كره في ايد الجول بتقع منه، كره في ايد الجول، حتى البنالتي ركله الجزاء. تمام. خطا برضو من حارس المرمى. عارف الكره بتاع بيرستاو اللي جت في العارضه دي؟ جول. لو دخل الجون الاوفسايد، التسلل مش بغض. يعني انا مش بتكلم بغض النظر عن التسلل، انا اقصد دي كانت اقرب واحده. اقصد ايه يا كابتن ايمن؟ اقصد انك انت كان لازم يبقى عندك تنوع في الهجمات، في الاختراق بتاعك، مش بس من على طرف الملعب. هو قفل لك طرف الملعب النهارده. هو عمل ايه؟ هو النهارده خلى الاثنين الباكين قافلين طرف الملعب. تمام. بشكل كويس، وكل ما واحد يروح، يعني كل ما تيجي تخترق تلاقي 3 على 2 من عندهم، 3 على 2 من الناحيه دي، خلاص هو عارف ان انت مش هتشتغل من قلب الملعب. تمام. خلاص هو قرا الجيم من بدري، هو المدير الفني قرا الجيم من بدري، وما بين الشوطين نزل لك 2 لعيبه
عشان يعمل ايه؟ عشان كمان يحافظ على الحته دي بشكل كويس. كان لازم مستر كولر كمان يقرا الكلام ده. انا النهارده قاعد، انا قاعد بره بعمل ايه يا كابتن؟ لازم ابقى قاري خلاص. انا النهارده اتقفلت من بره الملعب، لازم يبقى في اختراق تاني مختلف شويه، اختراق من نص الملعب. فابتدي اغير بقى في التشكيل بتاعي، اطلع بقى بسرعه او مغير لاير او مغير واحد من ميد فيلدر وانزل واحد بلاي ميكر لعيب كويس، لعيب كوره بيعرف يشوط، بيعرف يصوب، انزله يلعب في القلب شويه عشان كمان تقدر تعمل حته الدبل باس. احنا ما شفناش النهارده ولا دبل باص او ولا وان تو اتلعبت مع كهربا الشوط الاول ولا حتى الشوط الثاني ولا واحده. ده معناه ايه؟ ان انت مكثف كل شغلك من على الاطراف. وهو عامل ايه؟ هو قافل لك الاطراف وما عندوش مشكله في الحته دي خالص على الاطلاق. الراجل هناك هو دارس الاهلي بشكل كويس، حافظ طريقه لعب النادي الاهلي، حافظ الاهلي بيعمل ايه، بيشتغل ازاي النادي الاهلي. في بعض الاوقات نجحت بالمهاره الفرديه وبالسرعه انك تروح تمام وتعمل عرضيات، بس كانت عرضيات صعبه لان الكروس وانت بتعمله كان مزنوق، كان دايما اثنين على واحد، دايما اثنين، انت يعني دايما الزياده العدديه ما عندهم ليه؟ لان هو النهارده برضو هو عمل ازاي؟ هو الراجل النهارده ذكي جدا على فكره، هو اشتغل زي ما احنا كنا عايزين انه يشتغل، يضغط شويه وبعدين يرجع شويه يا كابتن، وبعدين هجمه مرتده، وبعدين يبتدي يضغطك من قدام عشان يحاول ان انت يخليك تلعب الكره الطويله، وبعدين يرجع ورا شويه يقفل بس هو اسمه بالشق الدفاعي اكتر النهارده. طبعا طبيعي يا كابتن ايمن، انا النهارده كسبان 1-0. هل النهارده لو مستر كولر كسبان 1-0 هنا في القاهره وبراح بيلعب بنفس التكتيك ده هناك، هل مش كنا نسقف له خرج بالطريقه دي؟ طبعا. ليه؟ هيمسك كوره وبتاع ويوزع وابتدي يلعب على هجمه مرتده سريعه، ولا ربما يجي لك فرصه او فرصتين تسمحوا ان هم يسجلوا هدف. هو لا يكاد يعني نقدر نقول مثلا ما كانش فيه تواجد هجومي على مدار الشوطين النهارده. مين يا كابتن؟ فرقه سان داونز ما عندهمش خطوره حقيقيه خالص على النادي الاهلي خالص، ما عندوش اي خطوره حقيقيه على فرقه النادي الاهلي، لكنه بيمسك كوره بيقدر يلعب. يعني انت كمان هو 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 ليه وصل ما عندوش خطوره؟ لان انت برضو يا كابتن ايمن النهارده الجيم بتاعك كان جيم دفاعي، ما كانش جيم هجومي. يعني انا بلوم النهارده على مستر كولر ان الجيم كان جيم دفاع من بدايه اللقاء. يعني انا النهارده كلنا ممكن نسقف لاكرم توفيق، عمل مباراه دفاعيه جيده، لكن في الشق الهجومي ملوش تواجد. انا لسه كنت بتكلم ملوش تواجد في الشق الهجومي. هل انا محتاج النهارده اكرم توفيق وانا بلعب بثلاثه ميد فيلدرز؟ محتاج اكرم توفيق النهارده يلعب يقف في الحته دي، يبقى سرد باك رابع؟ انت كانك بتلعب باربعه سرد باكات، تلعب باربعه سرد باكات وبتلعب بثلاثه ميد فيلدرز. السبعه اللي موجودين ورا في الحته الدفاعيه ما كانش ليهم اي ادوار هجوميه على الاطلاق، باستثناء عاشور في واحده بيطلع، في الثانيه بيروح واحده عنتريه يوصل لحد المرمى وتتقطع عشان برضو المجهود البدني كتير. لانك انت كان لازم تغير من الطريقه بتاعتك وانت بتلعب فرقه زي دي. يا اما بشتغل بثلاثه سنتر باكس ثلاثه تمام وابتدي ازقه قدام يا كابتن ايمن والعب باربعه في الحته اللي قدام عشان خاطر يبقى ليا دايما، يبقى انا دايما بدفع لقدام، يبقى اكرم توفيق مثلا يلعب سنتر باك مع منعم ومع ربيعه تمام، وزق علي معلول واحط واحد واحط حسين الشحات ناحيه اليمين، او احط اي او احط محمد هاني او اي واحد، ونلعب بثلاثه اربعه ثلاثه عشان يكون ليا تواجد هجومي في الحته الهجوميه دايما ابقى اثنين على واحد. لكن انت النهارده سبت اكرم توفيق في ملعب، وانا بحييه على الاداء الدفاعي الرائع جدا، لكن انا كنت محتاج واحد مع بيرستاو يقوم بحته التبادل في الهجمات، مش كل مره بيرستاو هيروح، بيرستاو من الدقيقه 55 مش موجود في الملعب. ليه؟ لانه بذل مجهود رهيب جدا الشوط الاول بيشتغل لوحده في الشق الهجومي. مفيش فرقه كبيره تمام زي فرقه النادي الاهلي تشتغل بلعيب واحد وينج، لازم يبقوا اتنين مكملين دايما يا كابتن ايمن، وده اللي احنا كنا محتاجينه. خد بالك انت عملت الحته دي بشكل كويس الشوط الاول تمام، استنفذ يعني اللعيبه استنفذت طاقه كبيره، كان لازم من بدايه الشوط الثاني عشان ده تمام ما نشوفوش الشوط الثاني انك تبتدي تغير بقى اللعيبه، انك تبتدي تعدل وتغير داخل الملعب من اللعيبه ومراكز، مش بس لعيبه بس، يعني اماكن بوزيشنز في الملعب، يعني ما يبقاش تلعب بثلاثه ميد فيلدرز وفي نفس الوقت تغير اللعيبه اللي انت شايف ان هم استهلكوا بدنيا في الحته دي عشان تفضل مستمر لنهايه ال 90 دقيقه. لكن انت اتاخرت، وصلت للدقيقه 70 بقى عندك تغيير اضطراري غصب عنك، رضا لما اتصاب فابتديت تنزل احمد عبد الله، كان ممكن تشغله في حته ثانيه او في مكان ثاني مكان بيرستاو الناحيه الثانيه في وقت، لكن انت طبعا ده كان تغيير اضطراري بالنسبه لك يعني. طبعا يعني غصب عنك، لكن انا عايز اقول لك انك انت من بدايه ال 45 دقيقه كان المفروض تعتبرهم ده مباراه ثانيه او شوط اول ثاني بالنسبه لك عشان تقدر تستمر يعني في الملعب بالنواحي البدنيه العاليه وتقدر تكمل المباراه بالشكل ده. لكن انت كمستر كولر ست لعيبه زي ما في الملعب احتفظت بال 11 لعيب، فبالتالي كل دقيقه بتعدي عليك انت بتستنفذ بدنيا. النادي الاهلي الشوط الثاني بدنيا احنا مش شايف الفرقه قدام حقيقه، يعني مش حاسس ان انا بعمل هجمه خطر وبعدين برجع تاني وبعمل واكمل واللعيبه يعني حاسس ان اللعيبه منتظرين
خطا دفاعي، منتظرين كره ثابته. هل احنا ممكن من بدايه السيزون نشتغل على كره ثابته في الشوط الثاني؟ لا اعتقد، لا اعتقد ان مستر كولر تاخيره في التغييرات تمام هو ده اللي اثر سلبا على اداء النادي الاهلي النهارده في الشوط الثاني. بدلك النادي الاهلي طبعا ما سجلناش اهداف، لان طبعا يعني حتى لو الكره وقعت من ايد الحارس فطبيعي دي هجمه برضه للنادي الاهلي كان ممكن طبعا تتسجل، لكن هارد لك طبعا يعني كورتين ثلاثه وكره بتاعه كهربا ثانيه اتلعبت، لكن انا كان ممكن يبقى عندي سبل ثانيه اسجل بيه اهداف. النهارده احنا كنا بنتكلم فيها يا جماعه، بنتكلم بنقول التصويبات، كابتن اسامه كان قبل المباراه علم على حته التصويبات، مين النهارده بيصوب؟ وقال لك في النهارده امام عاشور ممكن يصوب. النهارده امام عاشور واخد طرف الشمال، معرفش يعني هل دي تعليمات مستر كولر ان هو ياخد الطرف الشمال دايما ويسيب القلب فاضي، ولا هو امام عاشور اللي حابب يلعب في الحته دي؟ لا، لان القلب كان فاضي، القلب يعني ما فيش مايسترو النهارده في فرقه النادي الاهلي، ما كانش موجود النهارده المايسترو او البلاي ميكر او صانع الالعاب اللي يقدر يعمل لك ثرو باس او دبل باس او حته تشيب باس. لما امام ابتدى يتحرك تحركاته الطبيعيه بتاعته، شفنا واحده حلوه كده، شفنا واحده ثرو باس طويل، شفنا واحده من فوق اللعيبه، عمل كام واحده حلوه مؤثرين. ليه؟ لان البوزيشن بتاعه كان يسمح له كده، انما اوقات كتيره جدا كنت بشوفه امام واخد جنب الشمال وبيلعب فيه مع علي معلول، وبالعكس ده انت كده بتقفل على جبهه كامله.